نقوم هنا في قطاع غزة طاقم مؤسسة رحمة حول العالم بالشراكة مع مؤسسة ميد جلوبال. نحن الآن هنا نتواجد في مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. هذه المخازن يتواجد بها مكونات القوافل التي تأتي ضمن مشروع غزة هيلب أند هيلينج فند. تأتي هذه القوافل في ظل الجائحة التي تواجه قطاع غزة بانتشار لفيروس كورونا. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع من ساهم وشارك في إنجاح هذا المشروع ووصول هذه القوافل إلى القطاع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله. تم استلام يعني في شهر 9 قافلة رقم 2 وفي شهر 10 قافلة رقم 3 من مؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال. كانت مهمة جدا لمستشفياتنا في القطاع حيث غطت جزء من أدوية الرعاية الأولية وأدوية الأدوية النفسية وأيضا محاليل وريدية، وكان جزء فيها من محاليل الكلية، وأيضا غطت في جزء من أدوية الطوارئ حيث يعني يوجد نقص شديد في هذه الأدوية في وزارة الصحة. أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال على دعمهم المتواصل المتفاني لمستشفيات قطاع غزة.